بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم بهذه المحاضرة عن بداية الأنيميا. نتكلم كمقدمة عامة أولا، ثم ندخل بأول أنواع الأنيميا. شنو هي الأنيميا؟ يقول هي reduction in hemoglobin concentration of blood below normal level for age and sex. خلينا نعرف شغلتين من هذا التعريف. أولا هو الهيموغلوبين شنو؟ الهيموغلوبين هو البروتين الموجود داخل الـ RBCs المسؤول عن نقل الأكسجين. فبالتالي إذا قل عندي الأكسجين، العفو، إذا قل عندي الهيموغلوبين راح يقل عندي الأكسجين اللي الـ RBCs القابلية على نقله وإيصاله إلى التشوز. فبالتالي أنا راح أواجه نقص بالأكسجين، وأني كل أنسجة الجسم عندي هي تعتمد على الأكسجين في عملها. المسألة الثانية اللي نلاحظها أنه هذا المستويات الهيموغلوبين الطبيعية تختلف من شخص إلى آخر حسب الأيج والسكس ومعدديهن. عندنا بأربعة أصناف: الأدولت إذا ميل هذا المستوى النورمال إلى الأدولت، إذا فيميل كذلك، ومن التو يرز للبيوبرتي إلها في المستوى، و النيو بورن والإنفنت اللي تحت التو يرز لهم مستويات خاصة بهم. شنو الفسيولوجيكال أدابتيشنز؟ احنا تعودنا بكل السيستمز نلاحظ انه من يصير عندي اي ابنورماليتي الجسم ما راح يظل منتظر التصحيح، وانما هو راح يتخذ اجراءات يحاول يصحح بها المشكلة قدر الامكان. فعندي two physiological adaptations. الأول على المستوى السريع من يصير عندي acute loss of blood، يعني يصير تغير سريع فالجسم يحاول يصححها على المدى القصير، occur in minutes to hours. شنو هذا الشيء؟ راح يزود الهارت ريت، يزود الريسبيراتوري ريت، يزود الكارديك أوتبوت. ليش يسوي هذه الأمور؟ أني بما أنه قل عندي البلد، قل عندي الهيموغلوبين، قلت عندي نسبة إيصال الأكسجين، فبالتالي أنا إيش راح أسوي؟ أنا بما أنه قل عندي العاملين اللي يوصلون الأكسجين راح أستعمل ذول العاملين نفسهم، لكن راح أسرعهم، أزود الهارت ريت حتى أضخ بلد أكثر، حتى أوصل البلد أسرع يؤدي وظيفته بإيصال الأكسجين ويرجع لللنج يحمل أكسجين جديد حتى يحاول يعوض النقص الحاصل عندي. لنفس الغرض أنا أزود الريسبيراتوري ريت على مود أمنح أكسجين أكثر، أوفر أكسجين أكثر باللنج تشو، وأنطي لخلايا الـ RBC اللي توصل لي محملة بالـ CO2 أخذ من عندها وأنطيها أكسجين حتى تحاول تنقلها للتشوز إلى أن نصحح المشكلة ونرجع الأمور إلى طبيعتها. ونفس الشيء مسألة الكاردياك أوتبوت، هو أنا من زودت الهارت ريت تلقائيا راح يزداد الكاردياك أوتبوت. يقول redistribution of blood flow from skin to essential organs. إذن التغيير الأول سوينا، زودنا الهارت ريت والرسبيراتوري ريت. التغيير الثاني اللي راح يصير شنو؟ أنا راح أقلل الأكسجين اللي يوصل للنون إسنشال أورجانز. أنا الآن بوضع إمرجنسي، الآن أنا بوضع خطر، أحاول أقلل الأكسجين قدر الإمكان إلى الأورجانز اللي ما تموتني، مثل إيش؟ السكين، وأوصل للأورجانز اللي أموت إذا صار لها ديسفونكشن، مثل إيش؟ البرين، الهارت، المصل، الكيدني. فبالتالي أسوي فيزو كونستريكشن بالأورجانز اللي أريد أقلل وصول البلد إلها مثل السكن، وأسوي فيزو دايليشن بالأذر أورجانز المهمة، البيتال أورجانز مثل البرين والهارت. فبالتالي راح أعيد توزيع البلد إلى الأماكن المهمة. هذا الشيء يصير على المدى القصير من يصير عندي acute loss of blood. أما على المدى الطويل، the following adaptations occur over days two weeks. على المدى الطويل من الحالة مالتي مو emergency بالوقت الحالي، وإنما أنا عندي فقدان للبلد أو عندي أنيميا لأي سبب من الأسباب اللي راح نتكلم عنها لاحقا، لكن على المدى الطويل ما مهدد حياتي حاليا، فرح أسوي عدة adaptations تعالج لهذه المشكلة على المدى الطويل. أولا هي هذه الadaptations تحتاج days two weeks حتى تصير. شننا increase in erythrocyte 2-3 bisphosphoglycerate which decrease hemoglobin's affinity for oxygen and allow more oxygen release to tissues.
انا راح ازود هذا البروتين او هذا الانزيم. هذا شنو عمله الاريثروسايت 2 3؟ هذا راح يقلل الافينيتي. شنو معنى الافينيتي؟ الافينيتي هي قوه ارتباط الاكسجين بالهيموغلوبين. فاني راح اقلل الافينيتي حتى الاكسجين يتحرر بسهوله من يوصل للتشو حتى ولو كان بتراكيز قليله. بالحاله الطبيعيه انا عندي تراكيز عاليه من الاكسجين، فمن توصل للتشو راح تتحرر نسبه من عندها، النسبه اللي تكفي لي التشو وتخليه يطفي. لكن في حالات الانيميا أنا توصل عندي نسب أقل من الأكسجين، فبالتالي إذا أحرر نسب قليلة من عندها ما راح تكون كافية للتشو، فأزود إنتاج هذا البروتين اللي هو بدوره إيش راح يسوي؟ راح يقلل الأفينيتي، فيخلي الأكسجين يصير للريليز بنسب أكبر. اثنين، increase in erythropoietin production by kidneys. زين، أنا حتى لو الهيموغلوبين عندي قليل، أنا على الأقل خلي أزود الRBCs. أزود الRBCs حتى أعوض ولو بنسبة بسيطة نقص الهيموغلوبين. شلون أزود الRBC؟ من أتحسس عندي أنيميا سواء عن طريق هايبوكسيا أو أي مشاكل، أنا راح أروح أعطي إشارة للكيدنيز. الكيدني هي ليش أنطيها إشارة؟ شنو شغلها بالموضوع؟ الكيدني هي مسؤولة عن إنتاج الإرثروبويتين. الإرثروبويتين هو المحفز الأساسي لتصنيع خلايا الدم الحمراء، which increase erythropoiesis اللي هي عملية تصنيع خلايا الدم الحمراء، and promote release of more red blood cells into the circulation حتى أحاول أعدل الأمور وأرجعها إلى طبيعتها. إذن عندي two physiological adaptations على المدى القصير و two physiological adaptations على المدى الطويل، لازم نحفظهن اثنيناتهن. clinical features، الشخص اللي عنده أنيميا شنو الأمور اللي راح يعاني من عندها؟ خلينا نجي احنا نستنتج بعض من عندهن اللي نقدر نستنتجه من الكلام اللي تكلمنا. راح يصير عنده تغير بالريسبيراتوري ريت، فهذا الشيء ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي شورتنس اوف بريث. بعد نقص الاكسجين من يوصل بقله للمسلز وللتشوز، هل راح يعطيني طاقه كافيه حتى ادي الديلي اكتيفيتيز؟ لا، فراح يصير عندي ويكنس. بعد قلنا راح نغير الهارت ريت، فبالتالي ممكن شي يصير عندي palpitation. كذلك تأثيرات الأنيميا على البرين، أنا من أريد أوصل أكسجين أكثر للبرين ممكن أسوي vasodilation بالblood vessels بالهيد، وهالشي راح يسبب لي headache. فهذه الجنرال symptoms اللي راح يصير عندي. بالolder patient أنا راح أواجه مشكلة أكبر. أنا الolder patient عندي ممكن الهارت مالته تعبان، زين انا اريد ان ازود الهارت ريت، ممكن ايش اواجه؟ اواجه كاردييك فيلر. الاولدر بيشنت ممكن عنده اثيروسكلروسيس وعنده مشاكل بشرايين الهارت، فبالتالي نقص الاكسجين اللي صار عندي نتيجه الانيميا راح يزود الحاله سوء، ويسوي لي انجينا، يسوي لي ممكن ام اي، يوصلني الى مايوكارديال انفاركشن لان ما يوصل اكسجين كافي لعضله القلب. كذلك ممكن يصير عندي intermittent claudication. شنو claudication؟ اللي هو ألم بالكالفز بعضلات الساقين من أمشي إلى مسافات معينة، أمشي مسافة يصير عندي ألم. هذا الألم ليش صار؟ صار بسبب نقص الأكسجين اللي قاعد يوصل للمسلز، فنسميه claudication. بعد يوصل عندي أكسجين أقل للبرين، فممكن يصير عندي confusion. لكن هذه الأمور يعني الأنيميا بحد ذاتها مو كافية أنه تسويها بالهيلثي بيرسون، فبالتالي أكثر شيء نواجهها بالأولدر بيشنتس لأن يكون عندهم مشاكل أكثر، يكون عندهم كو موربيديتيز. بعد النورمال هيموغلوبين والنورمال RBC تعطيني اللون البينك أو الريد بالميوكوس ممبرين بالجسم، فبالتالي نقص هذه العوامل راح يسوي لي بالر اوف ميوكوس ممبرين، تكون شاحبه سواء الجفون سواء داخل الفم وكذلك النيل بيت. تاكيكارديا ذكرناها سابقا، باوندينج بولس من نتحسس البولس للشخص اللي عنده انيميا ممكن شيء يكون باوندينج، معناها النبض يكون قوي اقوى من الشخص الطبيعي.
كارديوميغالي قلنا هو ممكن يصير عنده هارت فيلر، فاكيد يصير عنده تضخم بالهارت، بس لان يعني امور على المدى الطويل وللبيشنتس اللي يكونون اولد. كذلك ممكن نسمع مرمر بالهارت. بعد سبيسيفيك ساينز، شنو يقصد سبيسيفيك ساينز؟ الامور اللي تكلمنا عنها سابقا كلها هي جنرال اللي ممكن يصير باي نوع من الانيميا، لكن ذني سبيسيفيك ساينز لا، ذني خاصات بانواع محدده من الانيميا. الكايلونيكيا اللي هنا سبون نيلز، يتغير شكل النيل يصير اشبه بشكل السبون، يعني يتحدب الى الداخل او العفو يتقعر يعني. هذا خاص بحالة الايرون ديفيشنسي انيميا اللي راح نتكلم عنها بالتفاصيل لاحقا. ممكن اشخاص نشوف عندهم جوندس اللي هو اليلوش ديسكولوريشن اوف سكين، يصير جسمهم اصفر، الميوكس مانبرين مال الجسم تكون صفر. هاي خاصة بحالات الهيموليتيك والميغالوبلاستيك انيميا، لان الها انفولفمنت بالليفر، يتأثر بها الليفر، فبالتالي يصير عندي جوندس لان الليفر هو المسؤول عن الجوندس. The association of features of anemia with excess infection or spontaneous bruising suggests the neutropenia and thrombocytopenia may be present possibly as a result of bone marrow failure. شنو هاي النقطة مهمة؟ يقول له انه اذا شفت بالاضافة للانيميا عندي infection متكررة، اذا عندي infection متكررة شنو يعني؟ يعني ممكن يكون عندي نقص بال white blood cells. بعد يقول اذا شفت عندي spontaneous bruising، عندي كدمات، عندي نزف تحت الجلد spontaneous بدون ضربة او باقل ضربة يصير عندي نزف، هاي معناها شنو؟ معناها عندي نقص بالصفائح الدموية. فالانيميا نقص بالRBC، الانفكشنز نقص بالوايت بي سي، البروزينج نقص بالبليتلت. فهنا هذا ايش راح يعطيني فكرة؟ يعطيني فكرة انه ارجع للاصل، انه انا عندي مشكلة بالبون مروماتي اصلا ما قاعد يصنع لي اي نوع من انواع الخلايا، وانما هذه مو فقط انيميا بحد ذاتها، وانما المشكله بكل خلايا الدم. فاذا هذه الكلينيكال فيتشرز، عندنا كلينيكال فيتشرز عامه، وحاولت قدر الامكان ابين لكم ليش تصير حتى يسهل علينا حفظها، وعندنا سبيسيفيك نحفظهن لانواع خاصه من الانيميا، وعندنا نقطه مهمه انه نربطها بنقص الوايت بي سيز ونقص البليتلس، فيعطيني السبب انه هو بالمصدر بالبون مارو. الكلاسيفيكيشن اوف انيميا، شلون نصنف الانيميا؟ اهم تصنيفات للانيميا على حجم الار بي سي اللي يصير عندي بالانيميا. الكريات الدم الحمراء لها حجم محدد، هذا الحجم اذا انا عندي انيميا وحجم الار بي سي باقي على نفس طبيعته ما متغير، فهذه راح اسميها نورموسيتيك انيميا. إذا لا عندي أنيميا وبالتحليل شفت إنه حجم الـ RBC صاير أصغر من الطبيعي، هاي راح أسميها مايكروسيتيك أنيميا. إذا الـ RBC حجمها صاير أكثر من الطبيعي، هذا راح أسميها ماكروسيتيك أنيميا. فإذا عندي ثلاث تصنيفات أساسية لأنواع الأنيميا. شنو نقرأ يم الماكروس المايكروسيتيك؟ هايبوكروميك. وشنو نقرأ يم النورموسيتيك؟ نورموكروميك. اول شيء يكون عرفنا النورموسيتيك والمايكروسيتيك والماكروسيتيك، هذه النقطه الاولى. الهايبوكروميك تشير لتركيز الهيموغلوبين بالار بي سي. ببعض انواع الانيميا اني عندي نقص بالهيموغلوبين بالبلد ككل، لكن من نجي الى خليه الدم الوحده ايش القى بيها؟ القى تركيز الهيموغلوبين داخل خليه الدم الوحده طبيعي، فهذه نسميها نورموكروميك، انه تركيز الهيموغلوبين داخل الار بي سي الوحده اذا كان طبيعي هذه نسميها نورموكروميك، معناها انا مشكلتي عندي نقص بالار بي سي ككل، لكن الار بي سي الوحده طبيعيه من ناحيه الحجم ومن ناحيه تركيز الهيموغلوبين بداخلها، فهذه نسميها نورموسيتيك نورموكروميك. نورموسيتيك معناها حجمها طبيعي، نورموكروميك معناها تركيز الهيموغلوبين بداخلها طبيعي. على العكس اذا كانت هم هي صغيره الار بي سي وهم تركيز الهيموغلوبين بداخل الار بي سي الوحده اقل من الطبيعي، هذه راح اسميها مايكروسيتيك لصغر حجمها، هايبوكروميك لنقص الهيموغلوبين داخل الخليه الوحده. شلون اشوف هذا الشيء بالتحليل؟
بالتحليل بالcomplete blood count أباوع النقطتين الMCV والMCH. الMCV هي mean cellular volume أو يسموها mean corpuscular volume، معناها حجم كرية الدم الحمراء المتوسط. هذا إذا لقيته طبيعي فهذا يعطيني دلالة على الحجم، طبيعي يعني normocytic، ناقص يعني microcytic، زايد الMCV معناها macrocytic. أما التركيز الهيموغلوبين فأشوفه بالMCH، المين سيلولار هيموغلوبين أو المين كوربوسكولار هيموغلوبين، خاف تسمعوها أو تقروها بتعبير آخر حتى نعرفها أنه هو نفسه. هذا الهيموغلوبين لقيته قليل هايبوكروميك، لقيته طبيعي نورموكروميك، ما عندي حالة هايبركروميك وإنما أما نورموكروميك أو هايبوكروميك. عرفنا الأنواع وعرفنا شلون نشوفهن بالتحليل وين نلقاهن وين نباوع تحديدا. زين شنو أسباب كل صنف من هاي الأصناف؟ نجي للصنف الأول اللي هو المايكروسيتيك هايبوكروميك. أهم سببين هن الايرون ديفيشنسي أنيميا والثلاسيميا. مذكورة أسباب أخرى أي نحفظها كاسم، لكن ذن السببين ما ممكن ننساهن، الايرون ديفيشنسي أنيميا والثلاسيميا. النوع الآخر اللي هو نورموسيتيك ونورموكروميك، أغلب الهيموليتيك أنيمياز. زين شو قلنا أنيمياز مو أنيميا؟ أي نعم، لأن عندنا صنف كامل من الأنيميا نسميها هيموليتيك أنيميا اللي هو يشمل أكثر نوع من الأنيميا، راح نتكلم عنها لاحقا. أغلب هذه الهيموليتيك أنيمياز هن تحت صنف النورموكروميك نورموسيتيك. كذلك after acute blood loss، كذلك إذا عندي رينال ديزيز معناها أنا عندي مشكلة بالإريثروبويتين ما قاعد ينفرز عندي فما قاعد أصنع RBC طبيعي. إذا عندي mixed deficiencies، شنو يعني mixed deficiency؟ معناها عندي iron deficiency، عندي folate deficiency، عندي B12 deficiency، هذا ممكن يعطيني هذا النوع من الأنيميا. النوع الأخير أو الصنف الأخير اللي هو الماكروسيتيك، هنا همات نحفظ كلش مهم الميغالوبلاستيك أنيميا. شنو الميغالوبلاستيك أنيميا؟ هي deficiency بالفيتامين B12 أو الفوليت. إذن الميكروسيتيك هايبوكروميك سببها ايرون ديفيشنسي أو ثلاسيميا كأهم شيء. النورموسيتيك نورموكروميك عدة أسباب وهي أكثر الأسباب تشملها. الماكروسيتيك الميغالوبلاستيك أنيميا اللي تشمل لي الفيتامين B12 والفوليت ديفيشنسي. أكو غير أسباب؟ إيه أكو ذاكريها، الألكوهول كومسمشن، ليفر ديزيز وهكذا، الأبلاستيك أنيميا راح نتكلم عنها لاحقا، لكن ذني أهم أسباب لازم ما ننساها. كذلك شغلة مهمة، الأنيمي أوف كرونيك ديزيز اللي راح نتكلم عنها تقريبا بشكل مختصر بهذه المحاضرة، نشوفها موجودة بالصنفين الأول والثاني، فممكن تجيني بهذا الشكل وممكن تجيني بهذا الشكل. الدايجنوستيك أبروش شنو أسوي حتى أشخص أنه الشخص عنده أنيميا؟ اولا هيستوري واكزامينيشن، هذا ترتيب لكل مرض مو فقط لهذه الحاله، اخذ هيستوري مفصل وافحص المريض. هسه احنا قلنا المفروض راح نشوف عنده هذه العلامات، نشوف ممكن عنده تاكيكارديا، ممكن نشوف عنده بالار يكون، ممكن اذا حاله خاصه القى عنده كولينيكيا، ممكن القى عنده جوندس. فهذه الامور اللي تكلمناها كساينز قبل شويه هي هاي انا ابحث عنها بالاكزامينيشن. كإنفستيجيشن إيش أسوي؟ أهم إنفستيجيشن هو CBC Complete Blood Count، راح أشوف به هذه الأمور هنا تطلع إذن كلهم بالComplete Blood Count، الRBC عددها، الMCV تكلمنا عنه، الMCH، الهيماتوكريت. شنو الهيماتوكريت؟ هو نسبة خلايا الدم الحمراء بالدم. أنا عندي 100 مل blood، أكو نسبة طبيعية لخلايا الدم الحمراء من هذا البلد، هذا نسميه الهيماتوكريت. همات أحياناً يزداد أحياناً يقل، أنا الفكرة أريد أوضح معنى المصطلح هسه، من نحتاجه بمرض معين راح نقول أنه يصير عندي البي تغير بهذه الحالة. كذلك عدد الوايت بلود سيلز البليتلت، هذا CBC. البلود فيلم معناها أنا أشوف تحت الميكروسكوب شكل خلايا الدم، الRBC الوايت BC البليتلت، إذا عندي أبنورمال سيلز راح أشوف، هذا نسميه بلود فيلم. راتيكولوسايت كاونت، أشوف إذا عندي بالسيركوليشن خلايا دم حمراء غير ناضجة، إما تشور RBCs بالحالات الطبيعية المفروض ما موجودة.
سبيسيفيك تيست، اشوف مستوى الايرون بالجسم، خاف عندي ايرون ديفيشنسي، اشوف مستوى البي 12 والفوليت، خاف عندي بي 12 او فوليت ديفيشنسي، وهكذا. بني اهمهن نخليهن ببالنا. البون مارو هذا اخر الاحتمالات، اذا ما قدرت اشخص نوع الانيميا من كل هذه الانفستيجيشنز اللي راحت، فاروح للبون مارو اسوي له بايوبسي واشوفه عندي بيه مشكله او لا. نجي الى النوع الاول من الانيميا اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا. هسه لازم احنا من المقدمه فهمنا شنو الانيميا، فهمنا شنو انواع الانيميا وشنو اصنافها وشنو الطرق العامه لتشخيصها، وطبعا قبلها شنو الكلينيكال فيتشرز لها. نجي هسه للنوع الاول اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا. اني طولت شويه بالمقدمه حتى القادم شويه نمشي بيه اسرع ويكون اكثر سلاسه وسهل ان شاء الله. الدايرتوري ايرون، الايرون يقول هو most common element in earth yet iron deficiency is the most common cause of anemia. الاشكال اللي موجود بها الايرون بالفود موجود على شكل فيريك هيدروكسيديز، فيريك بروتين، هيموبروتين كومبلكسز، يعني مرتبط بالبروتين على شكل فيريك اللي هو ايون الحديد، او على شكل هيم اللي هو يدخل ويا الامينو اسيد كذلك. يعني هذه امور اللي ما اركز عليها واحكيها بسرعه حتى لا اطول بالمحاضره، مجرد امور نحفظها بشكل عام ومختصر. Proportion of iron absorbed differ from food to food. In general, meat, in particular liver, is better source than vegetables, eggs, or dairy food. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول إنه من ناكل food نسبة الايرون اللي يمتصها الجسم من هذا الفود تختلف حسب نوع الطعام. أكثر وأهم مصدر للايرون هو الليفر. إنه آكل لحم الكبد، هذا هو أكثر مصدر للآيرون، هاي نخليها ببالنا. بعد بالنسبة عامة الجسم يمتص 10% من الآيرون اللي أتناوله عن طريق الفود. إيش قد يدخل آيرون للجي آي تي؟ الجسم يمتص 10% من عنده. هذه النسبة ممكن تزداد 20-30% إذا عدي نقص أو في حالات البريجنسي. شنو الشكل اللي الجسم يمتص الايرون بي؟ الايرون ممكن يكون اورجانيك موجود بالفوت، اورجانيك اللي هو على شكل الهيم. شنو الهيم؟ هو حديد مع مركبات عضوية اخرى، امينو اسيد وغيرها، واللي احيانا partially broken down in the stomach and duodenum to inorganic iron. Absorption occur through the duodenum. Heme is absorbed through a receptor on the apical membrane of the duodenal enterocyte. Heme is then broken down to release its iron. هسه نجي نوضح هذا الكلام. يقول inorganic iron absorption is favored by factors that keep iron in the gut lumen in the Fe2+ rather than Fe3+ state. خلاصة هذا الكلام، الحديد يوصل الى الستومك والدودنماتي على هيئتين، اما يكون على شكل هيم وهذا الهيم هو مو حديد فقط وانما مرتبط بمركب مواد اخرى، هذا راح يتكسر بالستومك والدودنم بعضه partially مو كله، بعضه راح يتكسر بالستومك والدودنم يتحول الى انورجانيك. شنو يعني يتحول الى ايرون وحده منفصل؟ يعني ايون الحديد يتحول الى ايون الحديد. اذا تحول الى ايون الحديد هذا راح يدخل ويا الصنف الثاني بعدين نتكلم عنه. اما اذا بقى كهيم، فالهيم وين يصير الابزوربشن مالته؟ الابزوربشن مال الهيم بالدودنم، هذه مهمه، بيا جزء بالدودنم راح يرتبط على ريسبتر بالانتيروسايت، الخلايا مال الجهاز الهضمي، يدخل الى داخل الانتيروسايت يتكسر بداخلها ويتحرر الحديد من الهيم، هاي اذا كان على شكل هيم. اذا كان على شكل انورجانيك معناها ايون الحديد بحد ذاته، فهذا راح يصير امتصاصه مباشره. لكن شنو الفكره؟ يقول انه اني افضل امتصاص الحديد بهيئه الاف بلس 2 اكثر مما
الحديد ال F plus 3. الحديد يجيني كأيون أما فيرس أو فيرك. الفيرس هو البلس 2 والفيرك هو البلس 3. فشكو عوامل تزود لي الحديد بهيئة الفيرس البلس 2، هاي راح تزود لي امتصاص الحديد. وهنا نملخصها، العوامل اللي تفضل لي امتصاص الحديد مثل dietary factors increased heme iron، من يكون الحديد موجود على شكل هيم عندي، فهذا الهيم راح يطني على شكل F plus 2، فهذا راح يزود لي امتصاصه. بعد ferrous iron salt، انه الحديد موجود على شكل املاح تنطيني الايون مالتها هو البلس 2 مو البلس 3، فهذا راح يزود لي الابزوربشن. بعد اذا كان اسيديك بي اتش اللي هي بالجاستريك بالستومك، هاي الاسيديتي راح تخلي لي الحديد يمتص بهيئه البلس 2. ولهالسبب الاشخاص اللي ياخذون بي بي اي اللي هن نوع من الدرجز بروتون بومب انهبيتر يثبط الاسيديتي مال المعده، دول يقولوا لهم ترى راح ممكن يصير عندكم نقص بالحديد. ليش؟ لان من قلت الاسيديتي راح اقلل امتصاص الحديد. لو مولكيولر ويت سوليبل كيليتس، يعني اذا كان ويا فيتامين سي شوغرز امينو اسيد، هذه تزود امتصاصه. اذا عندي ايرون ديفيشنسي في الجسم راح يمتصه بنسبه اكثر. اذا عندي تصنيع الخلايا الدم الحمر بمعدلات عاليه في الجسم راح يمتصه اكثر لان يحتاجه. اذا انا كنت بحاله بريجننسي او هايبوكسيه في الجسم راح يمتصه اكثر لان يحتاجه. على العكس نعكسهن العوامل اللي تقلل امتصاص الحديد وتخليه على شكل اف اي بلس 3 اللي راح يقل امتصاصه. نقراهن واضحات عكس الاولى تماما. هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عنه بالبداية. هنا الصورة يشوف يراوينا الهيم، الهيم يمتص الجسم يدخل للانتيروسايت إلى داخل خلية الجهاز الهضمي، يعامل إنزيم اسمه هيم أوكسيجينيز راح يكسره إلى حديد، يستخلص الحديد من الهيم. أما النون هيم اف اي يعني اللي هو على شكل أيون مباشرة، إذا اف اي بلس 2 راح يمتصه مباشرة، إذا Fe plus 3 راح يحتاج أحوله إلى Fe plus 2 وأمتصه. فالحسب إحنا نفضل Fe plus 2 لأن امتصاصه يكون مباشر. اتجمع هسه الحديد عندي داخل الانتيروسايت من كل مصادره مهما كان المصدر، راح يروح إلى مركب اسمه فيرتين. شنو فيرتين؟ هو مخزن مال الحديد. من نسمع فيرتين معناها هذا مخزن مال الحديد. جزء من عنده راح يروح للميتوكوندريا حتى هم تخزنه وهم تستفاد من عنده اللي الخلايا، وجزء من عنده راح يطلع يروح للبلد يحمله للترانسفيرين. اذا الفيرتين هو مخزن الحديد داخل الخلايا، الترانسفيرين هو مخزن الحديد بالبلد. واضح؟ هذه سلسلة انتقال الحديد من الجي اي تي الى الخلية الى البلد. المفروض هسه فهمنا كل هذه الامور. عامل واحد بقى عندي احتاج اعرفه وراح نذكره لاحقا اللي هو الهيبسيدين. نشوف الهيبسيدين جايبيه هنا مأشري وحاطين سالب. الهيبسيدين يثبط تحرير الحديد من المخازن. الهيبسيدين هو هرمون يثبط أو يقلل مستويات الحديد بالبلد لأن يثبط تحريره من الخلايا. هذه الفكرة اللي يحتاج نعرفها عنه. فإذن الترانسفيرين والفيرتين هي مخازن وناقلات الحديد، هم تخزن وهم تنقل الحديد بالبلد مثل الترانسفيرين مثل ما ذكرنا. نفس الكلام اللي ذكرناه يقول الترانسفيرين delivers iron into shoes that have transferrin receptors. الترانسفيرين هو ينقل الحديد إلى الأنسجة، لكن هل كل الأنسجة تستقبله؟ لا، تستقبل الأنسجة اللي إلها ريسبترات للترانسفيرين. مثل إيش؟ الإريثروبلاست، الخلايا المصنعة للRBC الموجودة بالبومرو، فبالتالي راح تدخل الحديد بتصنيعها للRBC لأن نعرف أن الحديد هو جزء مهم من الهيموغلوبين، لأن جزيئة الأكسجين اللي يحملها الهيموغلوبين هي ترتبط بالحديد. بدون الحديد أنا ما ممكن أصنع هيموغلوبين من الأصل. الفيرتين هو بروتين عبارة عن بروتين وحديد، فبالتالي هو مخزن للحديد. 20% من عنده هو حديد.
يكون نون فيزبل باللايت مايكروسكوبي، ما اشوفه بالمجهر الضوئي. الهيموسيدرين شنو ما سمعنا به، هو نوع اخر من مخازن الحديد، لكن هو معقد اكثر من الفيريتين، ويكون الحديد ب 37%، لكن هذا فيزبل اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب. وين اشوفه؟ اشوفه داخل مايكروفاج وخلايا اخرى، لكن ما اشوفه مباشره، اشوفه باستعمال صبغه معينه نسميها بيرلز او بريشن بلو رياكشن. استعمل هذا الصبغه على الخلايا، يلا اقدر اشوف الهيموسيدرين داخل الخلايا. اذا الفيريتين هو مخزن للحديد داخل الخلايا، الهيموسيدرين كذلك مخزن للحديد داخل الخلايا، لكن يكون اكثر تعقيدا من الفيريتين. الترانسفيرين هو ناقل للحديد بالبلد ومخزن الى بالبلد كذلك. الايرون ريكويرمنت، ايش قد احتاج اني حديد باليوم؟ The amount required اللي راح تعوض لي عن اللوز قول تختلف حسب الايج والسكس. ليش تختلف حسب الايج والسكس؟ بالايج انا عندي بعض الايجز احتاج بها حديد اكثر لان عندي بها نمو اكثر، مثل فترة الادولسنت. كذلك فترة البريجننسي انا احتاج حديد اكثر لان احتاج بلد اكثر، عندي فيتس قاعد ينمو. كذلك يقول حتختلف حسب السكس لان الفيميل تحتاج ايرون اكثر لان عندها منسترايشن، معناها عندها لوز اوف بلد اكثر، فلهذا السبب يختلف حسب الايج والسكس. يقول therefore groups are particularly likely to develop iron deficiency if there is additional lose or prolonged reduced intake. يقول دول الاشخاص اللي هم pregnant, adolescent, menstruation female، اذا الايرون ما كان يتناولوه بكميات كافية او كان عندهم اسباب اخرى تزود فقدان الحديد، فراح يكونون اكثر عرضة للايرون deficiency. الباثوجينيسيس شلون يبدي يعدي المرض؟ راح يكون على 3 مراحل. المرحله الاولى progressive lose of storage iron، اني بديت اخذ من المخازن مالتي. ليش؟ لان الجسم ما قاعد يضيف لي ايرون جديد، ما قاعد يدخل عندي ايرون جديد للجسم، فالمن اروح للمخازن، اروح للفيريتين واروح للهيموسيدرين، ابدي اسحب من عندهم. فيبدي الاحظ شنو؟ نقص بالسيروم فيريتين، اشوف مخازن الحديد بدأت تقل، which indicate the decline in stored iron. لحد الان انا ما صار عندي انيميا، تصنيعي للار بي سي مستمر، لكن مشكلتي شنو؟ صار عندي نقص حديد، فبديت اخذ من المخازن، فراح الاحظ فقط نقص بمخزون الحديد، لكن كأنيميا ما عندي لحد الآن، نسميها progressive lose of storage iron. المرحلة الثانية اللي هي iron restricted erythropoiesis، هنا exhaustion of the storage pool of iron، استنفذت مخازني، وصلت إلى مرحلة استنفذت المخازن إلى حد كبير جدا، فالآن تصنيع الـ RBC يبقى normal، لكن علي من معتمد على الحديد الباقي عندي ينتقل بالبلد، والحديد اللي قاعد يتكون من الار بي سيز اللي قاعد يموتن. الار بي سي هي لها دورة حياة 3 شهور، من تموت راح يتحرر الحديد من عندها، فهذا اللي يتحرر من عندها والحديد اللي باقي بالبلد راح يمشيني الى حد ما، يعني شلون نقول حد بحد، اللي قاعد احتاجه للتصنيع قوة قاعد اجيبه من البقع بالبلد ومن اللي قاعد يجيني من الار بي سي اللي قاعد يعاد تدويرها بعد ما عندي مخازن اسحب من عندها. لكن الفكره يقول لحد هنا بعد التصنيع هو نورمال، لكن الهيموغلوبين كونتنت اوف ريتيكولوسايت بيجنز تو ديجريز، استوى بدا يقل مستوى الهيموغلوبين بالريتيكولوسايت، وقلنا الريتيكولوسايت هي الاماتشور ار بي سي قبل لا يصير لها ماتشوريشن وتطلع للبلد، نسميها ريتيكولوسايت، فبدا الهيموغلوبين يقل بيها. لكن الاوفرال هيموغلوبين، الهيموغلوبين بالبلد كله بعد ضمن الريفرنس رينج بعد نورمال. كذلك الام سي في ما تغير ولا الام سي اتش. زين الام سي اتش سي شنو هذا؟ هذا نفس الام سي اتش اللي دوخون نفسكم به، حاله حال الام سي اتش، هو كونسنتريشن اوف هيموغلوبين داخل الار بي سي الوحده.
يقول thus anemia is still not evident. لحد الآن الأنيميا بعدها ما ظهرت عندي، لكن إحنا عرفنا نظريا المشكلة لوين وصلت. stage 3 frank anemia، هنا أنا بعد لا ما ألحق. الهيموغلوبين concentration and hematocrit MCV MCH are low، هنا أنا بعد نزل عندي الهيموغلوبين، تصنيع الخلايا بدأ يختل عندي، قامت ال RBC تطلع صغيرة قل ال MCV، قام تركيز الهيموغلوبين بالخلية الوحدة قل، إذا قل ال MCH، وصار عندي depletion of storage iron and diminished levels of transport iron. بعد لا عندي بالمخازن حديد ولا بالنواقل بالبلد حديد، استنفذت كل الايرون اللي عندي، فظهرت عندي الانيميا. الان من راح اسوي تحليل صار عندي انيميا، وراح تظهر عندي الكلينيكال فيتشرز مال الانيميا اللي هي ستيج 3. زين شنو الاسباب اللي خلت هذه المراحل تتابع وتوصلني الى هذه المرحله؟ نخلني ببالنا ثلاث اسباب عامه، يعني ثلاث عناوين رئيسيه، وراح نخلي الاسباب تحتها. اولا blood loss، انا قاعد افقد blood فراح افقد خلايا دم، والخلايا الدم هذه تحتوي بداخلها على ايرون، فاخسر الايرون اللي عندي واخسر الحديد اللي موجود بالنواقل عندي، اذا blood loss ايا كان السبب. احنا قلنا كعنوان عام. العنوان الاخر increased demand، انا لا ما فقدت blood لكن انا بحالة احتاج بيها blood وايرون واكسجين اكثر من الطبيعي، فهمات ممكن الجسم ما يقدر يسوي مواكبه ويا هاي الزياده. الحاله الثالثه decreased intake، انه انا ما قاعد اخذ ايرون كفايه للجسم، وايا كان السبب كذلك. فاذا العناوين الاساسيه الثلاثه، السبب الاول blood loss. نجي هسه ليش يصير عندي blood loss؟ غالبا gastrointestinal هو الدوميننت كوز، واي سبب من الgastrointestinal bleeding، اي سبب نزيف داخل الجي اي تي اخسر بيه blood ممكن يوصلني الى هذه الحاله، او ممكن لا ممكن يوتراين بسبب المنستريشن. يعني هذني اهم الاسباب. الانكريز ديماند اللي هو العنوان الثاني قلنا، يا حالات تزود للديماند، الانفانسي الطفل يحتاج ايرون واكسجين اكثر من الطبيعي، الادولسنت فتره الادولسنت، البريجننسي، لاكتيشن، منستريشن وومن، هذول كلهم عندهم انكريز ديماند فيكونون ات هاي ريسك اوف ايرون ديفيشنسي انيم. العنوان الثالث قلنا لو انتيك، انه انا اصلا اتناول ايرون قليل، مثل ايش؟ اعتمد على السيريالز والفيجيتابلز اللي قلنا مو غنيه بالايرون مثل الميت، او انا عندي انفكشن اوف هوك وورم يسموها الدوده الخطافيه، هذه تسوي لي انفكشن بالجي اي تي، وهذه اذا كانت موجوده بالجي اي تي راح تمنع امتصاص الحديد، فبالتالي حتى لو اخذ ايرون ما راح يمتص، راح ينطرح، فبالتالي يعتبر لو انتيك. فاذا هذه الاسباب العامه، كذلك نفسها هنا عايدها و شويه يعني مفصلها اكثر، مثل الجاسترو انتستينال بليدنج احنا قلنا اي سبب، ذاكر اللي هو الاسباب، عندي اسوفيجايتس التهاب بالمريء وقاعد افقد بيه بلد، عندي اسوفيجيال فاريسز، شنو الاسوفيجيال فاريسز؟ اورده تنزف داخل الاسوفيجس، شنو السبب مالتها؟ هاي تصير بسبب ليفر ديزيز، عندي بيبتيك ألسر قرحة بالمعدة، عندي inflammatory bowel disease، عندي inflammation داخل الكولون أو السمول انتستين، راح تسمعون بهن لاحقا اللي هنا الألسراتيف كولايتس والكرون ديزيز، ذن نسميهن inflammatory bowel disease، أمراض تصير بالجي اي تي تسبب فقدان دم ونزيف دائم، ممكن عندي كانسر، هذه كلها أسباب تسبب لي bleeding، فعندي chronic blood loss. المال absorption، شخص مستأصلين الستومك gastrectomy، شخص عنده celiac disease، هذا celiac disease يصير عندهم مشاكل بالإنزيمات داخل الانتستين فيصير عندهم مشاكل بالامتصاص، وهكذا باقي الأسباب. أهم شيء نوزعها ضمن الثلاث أصناف اللي ذكرناهن. الكلينيكال فيتشرز، احنا تقريبا حكينا بالبداية أهم الكلينيكال فيتشرز، هنا نعيدهن على السريع، وإذا أكو شيء مختلف أو إضافي نحفظه يعني.
الجنرال هنا بالر بالبيتيشن تينيتاس هيديك اريتابيليتي ويكنس ديزينس فاتيجابيليتي، هي كلهن خلاصتهن يصير انا بسبب نقص الاكسجين وقله الاكتيفيتي مال السيلز. symptoms independent of anemia. الان لا، هذني شويه خاصات بهذه الحاله، مو مثل الدنيش الجنرال اللي حكيناهم بالبدايه، ذني خاصات بهذه الحاله. اول شيء من حكينا على كلينيكال فيتشرز بالبدايه بالموضوع العام، قلنا عندنا ساين نشوفها فقط بمرضى الايرون ديفيشنسي، يا هي الكولينيكيا وهسه هاي مذكوره كذلك هنا، لكن عندي غير المذكورات، جلوسايتس يصير عندهم التهاب باللسان، انجولار ستوماتايتس التهاب بحافة الشفاه، غاستريك اتروفي يصير عندهم ضعف بالستومك، and unusual dietary craving يشتهون او ياكلون مواد هي مو طعام مثل الأتربة مثل الورق، نشوفهم خصوصا بعض الاطفال قد ياكل التراب ياكل الطين ياكلون الورق، هذا اشتهاءهم لهذه الامور هو بحد ذاته سيمتوم للايرون ديفيشنسي قد يكون. هذه الامور اللي تصير الالتهابات مثل الجلوسايتس الانجولار ستوماتايتس، يقول السبب لها مو واضح نوت كلير، لكن ممكن تكون مرتبطه بنقص ايرون كونتيننج انزيمز. احنا الجسم كله هو قائم على عمل انزيمات، بعض هذه الانزيمات قد يدخل الايرون كجزء بتصنيعها، فاذا انا عندي نقص بالايرون راح تقل هذه الانزيمات وراح يختل عملها، فممكن تؤدي لي الى هذه المشاكل. كذلك امور عامه جدا مثل ايش، يصير عندهم ضعف بالجهاز المناعي، ما يقدرون يسوون اكسرسايز، قلنا اكيد تعب، يعني الحاله تكون تعب بسبب نقص الاكسجين بسبب نقص البلد، فممكن حتى توصل نيورو سايكولوجيك ابنورماليتيز. فاذا نحفظ الجنرال سيمتومز، نحفظ الاندبندنت سيمتومز وذني الامور العامه الاخرى، لكن اهم شيء اول صنفيا شلون اشخصه، فول بلاد كاونت راح نشوف بيه كل الامور اللي عرفناها، عدد الار بي سي الام سي في الام سي اتش والى اخره، سكرينينج تيست فور ايرون ستاتس يعني الحاله الاولى فقط، حتى المحور الاول حتى اشخص الانيميا بحد ذاته، المحور الثاني حتى اتاكد انه السبب هو ايرون ديفيشنسي فابحث عن مستوى الايرون بالبلد، بعد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، شنو هاي التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، انه انا عندي نواقل مال الحديد، خلينا نقول باصات سيارات تنقل الحديد، اجي اشوف هذه الباصات ممتلئه بالحديد لو فارغه، يعني السعة مال الحديد بيها عالية، إذا كانت فارغة إيش راح تكون السعة؟ عالية، لأن بيها سعة عالية بس إنما ممتليات، فهنا عندي High Total Iron Binding Capacity اللي هي راح تزود بحالات الأيرون ديفيشنسي أنيمي، إنه ألقى عندي High Total Iron Binding Capacity. بعد Percent Transferrin Saturation، إيش قد نسبة الترانسفيرين اللي عندي متشبع بالحديد، انت سيروم فيرتين اشوف المخازن مال الحديد بالبلد ايش قد عندي. فاذا اول محورين جدا واضحات وسهلات ومهمات جدا، الورا هذني قد يكون شويه معقدات، فاللي نحفظها نحفظها واللي تروح من بالنا هسه مو كلش ضروريه، لكن جدا مهم اول محورين. المحور الثالث قلنا اديشنال تيست بيرسين بلو ستينينج أوف تشو، مثل ما قلنا حتى قلنا هذه الصبغة خاصة شو نشوف بيها، نشوف بيها الهيموسيدرين، ذكرناها من حكينا عن الهيموسيدرين، فأرد أشوف أنا يعني إيش قد عندي هيموسيدرين بخلايا الجسم، سوليبل ترانسفيرين ريسبتر أشوف هل عندي مشكلة بالريسبترات مال ترانسفيرين، خاف أنا عندي مشكلة بالريسبترات وبالتالي أنا ما عندي نقص بالحديد لكن الجسم ما قاعد يستلم الحديد مالتي، أشوف الريتيكولوسايت إيش قد بيها هيموغلوبين، فهذه additional test. أربعة investigation of underlying conditions، مثل إيش؟ أبحث إذا عندي bleeding بالجي آي تي، أبحث إذا عندي menorrhagia يعني عندي excessive bleeding بالmenstruation، أبحث إذا عندي مثل ما قلنا hookworm
عندي انفكشن بالهوك وورم وما قاعد يصير عندي ابزوربشن، يعني ابحث عن اي سبب ممكن يسبب لي الايرون ديفيشنسي اذا ما كنت متاكد انه اصلا الشخص هو عنده لو انتيك. فبالتالي الانفستيجيشن مالتي على اربع محاور: السي بي سي، بعدين تيست خاصه بالايرون، بعدين اديشنال تيست وعددناهن على السريع، وانفستيجيشن للاندرلاينج كونديشنز. هنا يحكي لي حكي عام توضيحي، يقول ايرون ديفيشنسي انيميا از ذا كومنست كوز اوف هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. المفروض بعد ما اشرح هذه النقطه لان وضحناها كلش بالتفصيل بالجدول الاول. فول بلد كاونت ويل كونفيرم ذا انيميا اند ريكوجنايز. راح ايش القى بالفول بلد كاونت؟ القى الهيموجلوبين قليل، القى الام سي في قليل لان عندي مايكروسيتيك، القى الام سي اتش والام سي اتش سي اللي هنا قلنا نفس الشيء قليلات لان عندي هايبوكروميك. كذلك بالبلد فيلم من اباوع للار بي سي، راح اشوف الار بي سي حجمها صغير والحمار بها قليل. هذا الحمار بها قليل معناها هايبوكروميك، وحجمها صغير معناها شنو؟ مايكروسيتك. هاي انا اشوفها بعيني مو الفحص اللي هو الام سي في والام سي اتش، ذاك تاكيد واحد ياكد الثاني. كذلك ممكن القى تارجت سيل والقى بنسل شيبد بويكلوسايت. البنسل شيبد بويكلوسايت هاي هنشوفها بيمين الصورة، صايرة عمودية أشبه بالبنسل. التارجت سيل شنو؟ التارجت سيل هسه صراحة أنا مو كلش ميزتها بهاي الصورة، لكن إذا نكتب على النت تارجت سيل راح نشوفها جدا واضحة. يكون هذا الدائرة مال الار بي سي إطارها أحمر وبالنص أحمر، وأكو يفصل بينهن حمار كذلك. يعني أعتقد هذه نقدر نعتبرها هذه غالبا هي تارجت سيل. نشوف الإطار أحمر وأكو منتصفها كذلك أحمر، هذه تارجت سيل، وهذه مثل ما قلنا البنسل شيب سيل. فذني أمور أنا راح أشوفهن، لكن هل ذني سبيسيفيك للآيرون ديفيشنسي؟ لا، ذني قل لي أنه أكو مشكلة، أكو أنيميا، لكن مو خاصات فقط بحالة الآيرون ديفيشنسي، وإنما ممكن أشوفهن بحالات أخرى مثل الثلاسيميا وغيرها. كذلك إحنا ذكرنا الآيرون التوتال آيرون بايندينج كاباسيتي وشرحتها على السريع. فيش يقول؟ يقول بالآيرون ديفيشنسي أنيميا راح ألقى السيروم آيرون فول، يعني ألقى مستويات الحديد بالبلد قليلة، فبالتالي التوتال بايندينج كاباسيتي شبيهة راح تزداد، معناها ألقى الساتوريشن مالتي فقط 20% أو أقل. يعني السيارات مالتي اللي تنقل الحديد ألقاها ممتلية بنسبة 20% والباقي من عندها فارغ. وهذا الشيء على عكس وعلى خلاف أنيميا أوف كرونيك ديزيز اللي راح نتكلم عنها لاحقا. بالأنيميا أوف كرونيك ديزيز السيروم آيرون والتي آي بي سي اثنيناتهن قليلات. ليش؟ لأن الحديد مالي الباصات، أنا عندي حديد مو ما عندي، المخازن مالتي ممتلية، معناها التوتال آيرون بايندينج كاباسيتي قليلة، ما عندي سعة للحديد لأن المخازن مالتي ممتلية، لكن ما أقدر أستعمل به الحديد لحالات خاصة راح نتكلم عنها من نشرح ذاك النوع من الأنيميا. فهذه تفرقة جدا مهمة بين هذا النوع وبين الآيرون ديفيشن العفو أنيميا أوف كرونيك ديزيز. السيروم فيرتين اللي هو مخازن الحديد بالبلد يقول هنا بهذا المرض تكون فيري لو بالانيميا، يعني الايرون ديفيشنسي انيميا تكون فيري لو لان انا راح استهلك الحديد فتقل عندي مخازن الحديد. كذلك اذا وصلت للبون مارو، وهذه يعني صعبه انه اوصل للبون مارو اسوي بايوبسي على مود انيميا يعتبرها الناس شيء بسيط جدا، لكن إذا رحت للبون مارو أخذت من عنده بايوبسي راح أشوف حتى المايكروفيج الموجودة بالبون مارو والأريثروبلاست بها آيرون قليل، مخازن الحديد بها أبسنس، ما عندي مخازن الحديد لا بالمايكروفيج ولا بالأريثروبلاست. التريتمنت ما أنتش راح يكون التريتمنت فقط ثلاث نقاط سهلات جدا. أول شيء أحدد الأندرلاين كوز، عندي نقص بالحديد أميل للأطعمة،
يعني العفو النقص الحديد بسبب decrease intake، فأميل للأطعمة اللي بيها حديد أكثر، أعدل نظام الغذائي، عندي bleeding أصحح البليدينج، وهكذا أيا كان السبب أني أعدله. لكن هل معناها ما أنطي سبليمنت؟ لا، لازم أنطي سبليمنت. أبدي بالأورال آيرون، والأورال آيرون أشكال، أما فيروس سولفيت يعني شكل من أشكال الحديد اللي يجي على شكل تابلت، هو اسمه الفيروس سولفيت. شكل آخر هو الفيروس فيوميريت، ويقول لي إذا أخذت الأورال آيرون فأنا أحتاج أستمر عليه لمدة طويلة، هم حتى أصحح الأنيميا وهم حتى أملي المخازن مالتي، مو فقط بس أعدل الأنيميا وأتوقف، لا، لازم المخازن مالتي أرجع أمليها، وهذا الشيء قد يستغرق مدة 6 أشهر من العلاج. زين، أكو حالات ما يستجيب بها الشخص للآيرون، الأورال آيرون، أي أكو، هسه نجي نشوف شنو هاي الحالات. لكن هل هذني فقط محاور علاجي؟ لا، المحور الثالث هو أنطي بارنترال آيرون، يعني آي في عن طريق البلاد. فإذا محاور علاجي تريت أندرلاين كوز، أورال آيرون وعرفنا أشكاله، وبارنترال آيرون. شنو الأسباب اللي ما يستجيب بها الشخص للأورال آيرون؟ إذا كان عنده كونتينيو هيموريج، شنو الفائدة أني أنطي آيرون وهو بعده ينزف، أو أصلا ما يأخذ الأدوية، ما يلتزم بيها، عدم الالتزام بالعلاج، أو أنا مشخص الحالة خطأ، أنا شخصتها آيرون ديفيشنسي بس هو عنده ثلاسيميا، أو ممكن ما عنده فقط آيرون ديفيشنسي، عنده كذلك فوليت أو فيتامين بي 12 ديفيشنسي. فهذه كلها أسباب راح تخلي الشخص ما يستجيب للأورال آيرون. هذا كل ما يخص الآيرون ديفيشنسي أنيميا، عرفنا تعريفها، عرفنا فيسيولوجي عنها، شنو البروتينات اللي تتدخل، شنو مخازن الحديد وشنو أسماءها، امتصاص الحديد شلون يكون داخل الانتستين، هذا كله فيسيولوجي حتى أعرف الباثوفيسيولوجي من يصير شنو. عرفنا الكوزز جدا مهمة، الكلينيكال سيمتومز مهمة، الانفستيجيشنز والمانجمنت. أنا لازم أحيط بهذه المحاور كلها حتى أكون فاهم صحيح للموضوع. آخر شيء شنو يقول لي، إحنا عرفنا أنه الايرون ديفيشنسي أنيميا هي نوع من الهايبوكروميك أنيميا. شنو الأذر أنيمياز اللي يسوي لي هايبوكروميك؟ لازم أحفظهن، يجيني تعداد. قلنا الايرون ديفيشنسي أنيميا، لكن الأذر ثلاسيميا، الأنيميا أوف كرونيك ديزيز، الليد بويزنينج للأشخاص اللي يتسممون بمادة الرصاص، والسيدروبلاستيك أنيميا. وأهم اثنين أعيد وأكرر، الايرون ديفيشنسي أنيميا والثلاسيميا. زين، نحكي سلايدين مختصرات عن الكرونيك ديزيز أو الأنيميا أوف كرونيك ديزيز. يقول هنا هذه حالة تصير عندي بيها أنيميا بسبب انفلاماتوري أو مالجنسي ديزيز، أنا عندي التهاب بالجسم مستمر لمدة طويلة، أو عندي مالجننت، عندي تيومر مستمر لمدة طويلة. ليش هذا الانفلاميشن أو التيومر راح يسوي لي أنيميا؟ الباثوجينيسيس ما تقول بكل بساطة، لأن الانفلاميشن من يستمر لمدة طويلة راح يكون عندي ريليز أوف سايتوكينز، يكون عندي ريليز أوف ميدياترز. ماكو انفلاميشن وماكو مالجنسي بدون مستويات سايتوكينز ومدياترز عالية. مثل إيش هذه السايتوكينز ومدياترز؟ أبسط شيء مثل انترلوكين 6 وانترلوكين 1. ذن إيش راح يسوون؟ راح يزود المستويات الهبسيدين. الهبسيدين وين قرينا؟ الهبسيدين مر علينا بالصورة، قلنا الهبسيدين هو يثبط تحرير الآيرون من الخلايا. فبالتالي أني إيش راح يصير عندي؟ راح يبقى الايرون موجود عندي وين؟ بالمخازن، لكن يطلع للبلد ما يطلع للبلد، يروح للبون مارو حتى يصنع من عندي ار بي سي، ما راح يروح للبون مارو، فبالتالي صار عندي انيميا. لهالسبب احنا قلنا قبل شويه بالانفستيجيشنز، قلنا الفرق بين الانيميا اوف كرونيك ديزيز والانيميا اوف ايرون ديفيشنسي، التوتال Iron binding capacity. بالIron deficiency عندي capacity عالية، فبالتالي عندي نقص بالحديد لأن مخازني فارغة، السيارات اللي تنقل الحديد فارغة. أما بالأنيميا of chronic disease لا، أني
الكباسيتي مالتي قليلة، ما عندي مكان أخزن بيه حديد، بالعكس أنا مخازني ممتلية. لكن شنو الفكرة؟ الحديد ما يتحرر للسيروم، فيكون السيروم آيرون كذلك قليل. ليش ما يتحرر؟ لأن بحالة الإنفلاميشن وبحالة المالجنسي المايكروفيجز ما راح تحرر الحديد. ليش ما تحرر الحديد؟ لأن عندي انترلوكين 6 وانترلوكين 1 اللي راح يزود تصنيع الهيبسيدين، والهيبسيدين راح يثبط تحرير الايرون. هذا اول مشكله تصير عندي بهذه بالكرونيك ديزيز. المشكله الثانيه ان ادكوت اريثروبويتين ريسبونس تو انيميا، الجسم حاير بالانفلاميشن وحاير بالمالينجنسي، فمن يصير عندي انيميا ما راح يصنع لي اريثروبويتين بنسب عاليه حتى يعدل الانيميا، وانما الانترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور اللي هو ميدييتر اخر راح يقلل الريسبونس مع الاريثروبويتين. رغم انه انا عندي انيميا بس الكدني ما راح تصنع اريثروبويتين بكميات صحيحه حتى تعدل الانيميا. اخر مشكله راح تصير الثالثه انه اصلا الاريثروسايت لايف سبان will be reduced، يعني بدل دوره حياه الار بي سي 3 اشهر لا راح تقل، راح تموت بوقت ابكر. ليش؟ لان عندي activation of microphage، هذا السبب الاول. اثنين بسبب الانفلاميشن انتيبوديز وكومبلمنت اللي هن بروتينات بالبلد تترسب وين؟ على الار بي سي فتموتها. فاذا ليش يصير عندي انيميا في حاله الكرونيك ديسوردر؟ يصير عندي بسبب ثلاث امور. اولا يقل الايرون ريليز من المايكروفاج بسبب الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 اللي راح يزودن الهيبسيدين، وعرفنا انه الهيبسيدين يثبط تحرير الايرون من الستورز. اثنين يقل استجابه الاريثروبويتين للانيميا بسبب الانترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور. ثلاثه تقل اللايف سبان مال الار بي سي بسبب الاكتيفيشن اوف مايكروفاجز والديبوزيشن اوف انتيبودي اند كومبلمنت اون اريثروسايت. شراح ألقى بالإنفستيجيشن؟ ألقى أما نورموكروميك نورموسيتيك أو مايلدلي مايكروسيتيك هايبوكروميك. لهالسبب إحنا بالجدول إيش قلنا؟ قلنا الأنيميا أوف كرونيك ديزيز ممكن تجيني على شكل مايكروسيتيك هايبوكروميك، ممكن تجيني على شكل نورموسيتيك نورموكروميك، فالأمرين واردات. السيفيريتي مال الأنيميا تعتمد على السيفيريتي مال الديزيز، كل ما كان الكرونيك ديزيز الانفلاميشن او المالجنسي اكثر سيفير راح يصير عندي انيميا سيفير. كذلك هذه شرحناها اكثر من مره انه السيروم ايرون والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي راح يكونن قليلات اثنيناتهن، اما سيروم فيرتين مخازن الحديد شبيهه نورمال او ممكن زايده اصلا، يعني مخازني طبيعيه، الكاباسيتي مالتي قليلة ما عندي مكان استوعب بيه حديد. لكن مشكلتي بالسيروم ايرون، الحديد بالبلد يكون قليل لان ما قاعد يتحرر من المخازن، وكذلك البون مارو ستورج مخازن الحديد بالبون مارو اماكن التصنيع كذلك عندي طبيعية، لكن بالخلايا المصنعة نفسها شبيها بالاريثروبلاست نفسها يكون قليل لان ما قاعد ينتقل من المخازن إلى الخلايا المصنعة. إن شاء الله واضحة الفكرة. شنو أسبابه؟ مثل ما قلنا ممكن infection، ممكن non-infectious. شنو عندي inflammation non-infectious؟ الروماتيزم الروماتويد SLE systemic lupus erythematosus هذا autoimmune disease، مرض مناعي يصيب كثير من أجهزة الجسم، فهو chronic inflammatory disease. إذن الكرونيك إنفلاماتوري ديزيز أقسمهن إما إنفكشن أو نون إنفكشن حتى أسهل الحفظ. بعد إذا عندي مشاكل بالهارت كونجستيف هارت فيلر، مشاكل باللنج كرونيك بولمونري ديزيز، مشاكل بالكدني كرونيك رينال ديزيز، أو مالجنان ديزيز اللي هو الكانسر، هذه الأسباب نحفظها ونخليها ببالنا. هذه الأمراض بما أنه هي كرونيك وتستمر لمدة طويلة فراح تسبب لي هذين المشاكل الثلاثة اللي حكيناها بالباثوجينيسيس وراح تؤدي لي إلى الأنيميا. إذن محاور هذه المحاضرة معلومات عامة عن الأنيميا من ناحية تعريف وتصنيف
وانفستيجيشنز عامة وكلينيكال فيتشرز عامة. ثم ندخل بموضوع مخصص وأول مثال اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا وفصلناها بكل تفصيلها. نعرف الفسيولوجي، نعرف الكوزز، نعرف الكلينيكال فيتشرز، نعرف الانفستيجيشن ونعرف التريتمنت. ثم الانيميا اوف كرونيك ديزيز بثلاث سلايدات مختصرة وواضحة إن شاء الله.